حوايج اللي خاصو يستعمل خويا انت. قلت لك ها هي كيد دي اوتوماتيزم. هذا الكيد ديال الاوتوماتيزم ضروري يكون عند اي واحد اللي بغى يخدم كهرباء الصيانه الصناعيه يكون عنده هذا. ويوريك الفونكسيون اي حاجه ما تعرفش كابتور غتجي هنا غتلقى لي كابتور. انت ها هما لي كابتور، انت اصلا ما تعرفش لي كابتور كيفاش يخدموا. قرا شويه هنايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الخوت نكملوا ديما في السلسله ديال الدروس في المخطط الكهربائي. ديما تنمشي لكم الحاجه البسيطه ونحاولوا نذكروا شي حوايج. دابا انتما لاحظتوا معايا هنايا انت شو شي ما كتش. هذه ديال الاله ديال الاسفلت اللي شفتوا في الفيديو اللي فات. هذه المخطط ديالها. انا تنمشي لكم الحوايج البسيط باش ديما تفهموا علاش نهضر. ديما نبداو من الحوايج البسيطه الحوايج الصعاب. تقدر تكون خاسره لك في هاد لا ماشين هادي غير حاجه بسيطه وانت ما غتعرفهاش. ونعاودوا نذكروا بواحد البرنامج اللي مهم للاخوان اللي باقين جداد وتيسولوا، حيت الفيديو تيتفرج فيه غير واحد. تفرج في الفيديو تيخرج وما تيشوف السلسله ديال الدروس، ما عمره ما غيعرفنا علاش نهضروا، ما عمره غيحل المشاكل ديال الشمائي الالكتريك. حنا كاع مشينا جبدنا المانيال كما قلنا، وديما ترجع لكم شي حاجه راهي بسيطه وسط هاد لا ماشين كامله. انت الماكينه تشوفها عباره عن انقطاع. انا الماكينه تنشوفها بحال هكا، تنشوف الماكينه بحال هكا. اي ماكينه انا تتبان ليا بحال هكا. فهمتوا؟ دابا غنمشيو قلنا الامبان بسيط وغنعاود نشرح لكم علاش هذاك البرنامج. هذا البرنامج هذا غنذكركم به، واي واحد يشري بي سي وخا يكون ضعيف هذا البرنامج حيت صغير وغيتعلم فيه بزاف ديال الحوايج. حاسوب يكون صغير غتعلم فيه بزاف ديال الحوايج. الا بغيتي تكون الا كان تتحب هذا المجال هذا وبغيتي تمشي فيه بعيد، راه ديجا شرحت هذا البرنامج وغنعاود ناكد عليه. علاش؟ حيت هاد الخطط هذه كامله راه كاينه هنايا، ماشي هذه كاع الخطط والقطع اللي كاينين على في لي ماشين راه كاينين هنا. الا بغيتي تعرف الدور ديالهم باش ما تبقاش توحد. المهم معلم انت شوف الماكينه قداش، ولكن انا اشنو اللي عندي اون بوين. عندي كلاكسون ديال الديفو برينسيبال ديال السونترال. السونترال فيها واحد الديفو خدام لي هاد الكلاكسون هاد. انا كيفاش غنلقى المشكل ديال هاد الكلاكسون؟ هاد الكلاكسون ما تيخدم خاصها تتفارم لينا هاد 11 14 ديال واحد الرولي ديال كا 25 ديال كا 25 واحد. هاد كا 25 واحد حيتاش ما عطيناش لادريس هنايا كما قلت لكم الفوليو فين كاينه. اذا راه كاينه فهاد الصفحه النيت، حنا في الصفحه 25. الى رجعنا هنايا غنلقاو ها هي كا 25 واحد. من تيوقع المشكل في هاد الموديل هذا يعني ديال الاوتومات، تيديكلاري لينا تيسد لينا هاد الرولي هذا، وهاد الرولي تيسد هنا تيخدم لينا هاد الكلاكسون. اذا تنجيو تلقاو هاد الرولي هذا راه مسدود، اذا هاد الموديل راه فيه شي مشكل. هادشي ديال الاوتومات حاجه اخرى. انا تنقول لكم غير البرينسيپ ديال اي حاجه. كذلك هنايا ها هو الرولي ديالاش، هاد لارم ديال الكلاكسون. هاد الكلاكسون هذا ديال لارم ديال ديماراج ديال السونترال. من تديماري السونترال ضروري تخدم واحد الكلاكسون. هاد الكلاكسون شكون اللي غيخدمو لينا؟ غتخدمو لينا كا 25 جوج. الى رجعنا لهنا للشيما غنلقاو كا 25 جوج حتى هي تخرج من الاوتومات. من تيكون كلشي امارش كلشي مزيان هنا، لي موديل مزيانين العبار مزيان لي فيهم كورس حاجه مقاطعه، تيسد لينا كا 25 جوج، تيسد لينا هاد كا 14، تيديمار لينا واحد الكلاكسون. يقدر يكون فيه طومبوريزاتور واحد سيرتان طون تيقطع. هادشي تيكون لداخل في الاوتومات. الاوتومات غنطرقو له شي مره اخرى ان شاء الله. دابا تنشوفو غير الحوايج البساط وديك الساعه ونكملو ان شاء الله. هنا عاوتاني انتم لاحظوا معايا هنايا، غنعطيكم الكتبه ها هي ديماراج اون كودور مالاكسور موتور مالاكسور ان مارش.
هاد الكونتاكتور هذا ديال كا 27-1 امتى غادي يمر لينا؟ لاحظوا معايا علاش نقول لكم ديما عقلوا غير على ان او او ان سي. شوف شحال المرحله ديز عليها، ها هي لا فاج جات من هنا، غيخرج لينا من كيو 2-1 فين كاينه؟ كاينه في الفوليو 2 صفحه 2-2 كما شرحت لكم. رجعوا للدروس باش نكونوا باش تفهمنا علاش نهضروا. وغيدوز على واحد الرولي اخر 11-14 ديال كا 26-1 فين كاين؟ في الصفحه 26-2 كما شرحت لكم. هنا حنا في الصفحه، ها هي حنا في الصفحه، هنايا حنا في 27 نفس الصفحه، هنا 27 يعني هذا فين كاين؟ هذا كاين في الصفحه 2 وهذا كاين في الصفحه 26 وكا 28 كا 28 2 كاينه في 28 تفاهمي معنا. حنا دابا في 27، اذا غنرجعوا للصفحه الاخرى باش نشوفوا هذه ونشوفوا هذه ونشوفوا هذه. هذا كيو ديما تتكون القاطع الحراري خاصو يكون مسدود هكا. غنمشيو نشوفوا هاد كا 26-1 في 26 اللي قريبه لينا، الصفحه اللي قريبه لينا. ها هي الصفحه قريبه لينا هنا 26، ها هي الجوج حتى هي خارجه من لوطوماط، ها هي خارجه من لوطوماط. متى تكون هذه من غات يعطي لوردر للديماراج يكون هذا الرولي ديال كا 26 مسدود. اذا اشنو غيكون؟ ها هي هذه قلنا ديجونكتور ولات مسدوده، كا 26 مسدوده. غنمشيو لهذا الرولي تاهو غنقلبو عليه غيكون مسدود، يعني ما يكون لا ديف ولا والو. هنايا عاد باش غيدير لنا لوردر ديال لامارش لهاد كا 27-1 مفهوم؟ دابا هادشي مفهوم. وكذلك في شويه تنبقاو غاديين، هاي 26-1 28-2 علاش؟ اشنو غيدير لنا هذا؟ الموتور الثاني غادي يماري لنا الموتور الثاني تا هو نفس البرانسيب. تشوف هاد الان او وهادي ان او وهادي ان او وتتبع الريفيرونس ديالك الصفحه فين غادي منين جاي فين كاين هاد الرولي هذا حتى تحصل على باش ديماري ليك هاد كا 28-1. ونفس الطريقه هنا عاوتاني كيفاش تيتغدى هذا من الموديل ديمارور، هذا ديمارور بروغريسيف و لونطري ديالو منين جات وفين غاديه. دابا فهمنا، واللي ما فهمش يعاود يرجع للدروس. والانسان ما تيعرفش الحوايج اللي 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 خاصو يستعمل. خويا انت قلت لك هاي كيد دي اوتوماتيزم، هذا الكيد ديال الاوتوماتيزم ضروري يكون عند اي واحد اللي بغى يخدم، اللي بغى يخدم كهرباء الصيانه الصناعيه يكون عنده هذا ويوريك الفونكسيون. اي حاجه ما تعرفش كابتور غتجي هنا غتلقى لي كابتور، انت ها هما لي كابتور. انت اصلا ما تعرفش لي كابتور كيفاش يخدموا، قرا شويه هنايا اشنو تيدير هذا الدور ديالو كيفاش تيخدم. ها انت تعطيك الطريقه كيفاش تيخدم، يعني تتبريسي عليه كيفاش غيخدم ولا تتقيسو. بزاف ديال لي كابتور، غنمشيو هنا الكابتور الثاني مثلا، هاد الكابتور دي فويت، الكابتور ديال فويت كيدير، غيعطيك كيفاش غتجربو تتولي تعرف كابتور دي فويت. اي حاجه بغيتي كاينه هنايا، غنعاود ناكد هادشي راه شرحته في الدروس. وهاد كيما قلت لكم هاد الشيما اللي وريتكم هادي راه في اي لما تتعرفش القطع والدور ديالهم راه ما عمرك ما غتعرف تخدم بالشيما. هنايا لي بوطون بوسوار، لي بوبين، لي كونتاكتور، لي فيران، اي حاجه كاينه هنا. انت هنا من ا تال اش وهنا اي تال زد، انت تحول هنايا ها هي من اي تال زد. انت لي بلاكابور، انت لي بلاكابور ديال الموتور، ها الموتور كيفاش تيخدم. انت ها هو كوبلاج ايطوال، كوبلاج تريانجل، هذا سيركوي دو ديماراج. اي حاجه غتعرفها هنايا الا بغيتي تتعلم. شنو هي هادي؟ 1 2 3 اللي ما عرفتيهاش قرا عليها. راه انا راه ما تنقولش كان تعرف كلشي، راه انسان الا بغى يبحث خويا شارجي هاد البروغرام عندك وقرا. راه ما تعرفش الرموز القواطع، حتى السيميلاسيون ديال لي فارياتور، ها هي الفارياتور. الا ما تعرفش الفارياتور راه كاينين الدراري بزاف دايرين الدروس كيفاش تكابلي هاد الفارياتور وكيفاش ديري البارامتر. ها انت السيت والفان والاكسيراسيون ديكسيراسيون تيخدم لك هاد الموتور هذا بانه كانه خدام ريال. الا عندك الديف راه ما تخدم لك حتى شي حاجه، ديرو افون ديرو ارير. راه حاولت نشرح هاد الشيء هذا، انا علاش نتعصب؟ حيت تيجي شي واحد يسول شي سؤال عاوتاني ديجا شرحناه كيفاش ما تخدمش كونتاكتور، كيفاش هاد الكونتاكتور. ما انا ما عرفش كيفاش انسان باغي يتعلم وهو ما تيبحثش وتيبغي كلشي يكون واز ترانزيسيون بوي. ها لي ترانزيسيون هادي ديال لوطوماط،
الزيرو لي ترانزاكسيون المارش ولاري كل شيء انت في حال هذه انت تعطيك لي ترانزاكسيون. نشوفوا ثاني حاجه اخرى ها هي المارش وتبدا يدير لي ترانزاكسيون ا بليز بي بليز انت ما خاسر والو. يكون عندك هذا وقلب هنايا على اي حاجه راه كلشي مكتوبه كلشي مكتوب هنا ماني طول تيرميك البوطونات رجعوا الحق لي بوطون بوسوار اسم هنا بواط ابور اكسيون. شوفوا هنا لي زاكسيون ديال الطوماط. شوفوا غير الحوايج اللي ساهلين اللي ما تعرفوش الدراري انت لي فيزيبل ما تعرفش انت لي فيزيبل تشوف لي فيزيبل بحال هكا ولكن لي سامبول ديالهم كي دايرين لي فيزيبل ديما انت ما تشوفش فيزيبل بحال هذا. شوف انت الفيزيبل على هذا الشكل هذا انت ها لي فيزيبل ها لا كورب ديال الطومب دو فيزيون كيفاش تخدم شارحين لك كل شيء هنايا. انت اصلا ما غتمشي لا المدرسه لا والو ما عندكش الوقت خويا. من يكون عندي هذا نجي نقرا الرولي تيرميك انت تعطيك هنا من هنا يحولك الرولي تيرميك. ها الرولي تيرميك كيفاش تشوفه ها هو كيفاش دير 95 96 ها كيفاش غتقوم لا بغيتي تعبرو ها انت يجي هنايا ثاني ها اللي بركنا عليه تعطيك اون ديتاي تعطيك بان هذه البلاصه هذه ديال الريغلاج لا كورب ديالو اي حاجه. وهاد الشيمات كاملين راه متعلقين بهذا اي حاجه بغيتيها غتلقاها هنا. ها الكونتاكتور خويا انت ما تعرفش لا كونتاكتور ها الخدمه ديال الكونتاكتور كي دايره اما تلقاه على تشكل ولا تلقاه على تشكل هذا. ها لي كونتاكت ديالو تنحولهم غير من هاد البيطين هادي تنحولهم ها انت ديروا لي مارش من هنا ها 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 الكونتاكتور كيفاش تيخدم ها هو فيه الرسول وفيه الواسعه يعني لا بوبين وتيوريك كيفاش تيخدم. انت هنايا تعلم اي حاجه ها الموتور ها هو ان فوا تكليكي ها الموتور تيدور ها انا هادي صومانتي هادي مارا صومانتي انا تنورك عليها. ها الموتور هنا هو تيدور شتي ها نحيد انا بقيت نبوي عليها هو حيد الموتور نبوي نحيد تيوريك اي حاجه ها انت اللي قربتي ليه يعطيك ها انت قالك ارماتير فيكس سيركوي مانيتيك فيكس هاد التحتاني هذا هادي هاهي بوبين ريستور دو رابيل اي حاجه بغيتيها اشنو اللي بغيتي اخر. انت ما باغيش تتعلم راه ما يمكنش ما تبحثش راه ما يمكنش غتعلم اي حاجه اي حاجه اي حاجه. تنقول لك هاد الكيد هذا خاصو يكون عند اي واحد هاي كومبريسور فهمت الكومبريسور غني 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 بالمعلومات ديال الاندستريال غني. ديرو ستوب مارش و تيعطيك الصفحات بزاف كيفاش تيدور. انت تقرا هنايا اللي ما عرفتيهاش دير تراديكسيون راه كلشي ولا ساهل. ها الاخوان فهمتوا راه كلشي ولا ساهل. هذا راه ضروري يكون عند اي كهربائي يكون عنده راه ديجا شرحته ولكن تنشوف بعض الاسئله تعاودوا تتكرروا تنحاول نشرح لكم. راه الا جينا نبقاو نتبعوا راه ما غنساليوش. انت من تكون مسالي الوقت ديالك ما تعرفش اي حاجه جبدا كونتاكت انت هاي الديماراج ديريكت بغيتي ديماري الديماراج ديريكت انت ها الموتور نديرو لاري ها تيشرح لك كلشي لي فونكسيون ديالو ها الموتور ها الرولي تيرميك ها الديجونكتور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوت. حملوا هذا البرنامج جيد دي اوتوماتيزم يكون عند اي واحد الا بغى يتعلم ولا حتى شي حاجه ولا في شي ما ورد لي كاع تنتواصل معاهم اللي خاصته شي حاجه راه تنحاول نوصلوا المعلومه الصحيحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.